السلام البنات، اليوم غنشارك معكم واحد الطريقه مختلفه ديال الكسكسو، كتعطي واحد البنه زوينه ومغايره على الكسكسو الاعتيادي. ونتمنى انه يعجبكم الفيديو، وما تنساوش تدعموني بلي لايك. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج الحمص، ربيع، بصله واحده مقرده، سكينجبير، خرقوم عرق، الابزار، الملح، السمن، شويه ديال الهريسه، مطيشه محكوكه اولا لاصوص ديال مطيشه، خيزوه وحده محكوكه، السميده، الدجاج، زيت العود، والقرعه الحمراء. في الطنجره غادي ندير الدجاج، غادي نضيف عليه الحمص، الربيع، البصله. من بعد غادي نضيف خيزوه المحكوكه، كتعطي واحد البنه لاصوص ديالنا. غادي نزيد لاصوص طوماط، ومن بعد غادي نزيد السمن، وغادي نضيف العطريه ديالنا. غادي ندير شويه ديال زيت العود. وبالنسبه للروى اللي غادي نروي به هنايا، غير قياس اللي غيطيب ليا فيه القرعه، لانني كسكسو غنطيبو بوحدو في البرمه. وغادي نشعل عليه البوطه. فهاد الوقيته غادي نعسل البصله. غادي نحتاج البصله قياس 3 البصلات مشلضين، الزبده، خرقوم، عرق، بزار، الملح، القرفه، شويه ديال الزعفران زغبه، والبزار، وشويه ديال زيت العود، والسنيده. غادي ندير البصله، غادي نضيف عليها لقامة. نورمالمون لقامة اللي درنا في كسكسو، غير مزيود هنا زعفران زغبه والقرفه في بلاصه الزبده. من الاحسن الزبده تكون حيوانيه، اللي ما بغاش يدير الزبده يكتفي غير بالزيت العود. غادي نخلط كل شيء وغادي نديرهم فوق البوطه. فاش غادي تطيب ليا فاش غادي تطرخها البصله، غادي نزيد شويه ديال القرفه، وغادي نزيد السنيده حتى يدخلها الطياب. غادي نشد خيزوسه هو، غادي نعسلو. غادي نحتاج الزبده، السنيده، القرفه عواد، شويه ديال زعفران زغبه، والملحه. غادي ندير خيزو، وغادي نضيف عليه الملح وزعفران زغبه والقرفه الزبدة. نفس القضية، هنا اللي ما بغاش يدير الزبدة يدير زيت العود، والسنيدة دير باش يتعسل. وغادي نخلط كلشي وغادي نوضعهم فوق النار. وبالنسبة للسميدة غادي ندير بالطريقة الاعتيادية اللي كنطيبو بها كسكسو، غنطيبو في البرمة 3 تخويرات. من بعد من يطاب لي دخل لي شوية طياف في الدجاج، غادي نضيف القرعة. وبالنسبه للبصله ديالي ها هي هنايا وجدات، هنايا القرعه، وضفت القرعه الخضراء، يعني قرعه خضراء اختياريه اللي بغا يضيفها يضيفها. وبالنسبه لهنا طابليه خيزو، وهذا بيان سور هو الشكل النهائي ديال الكسكسو ديالنا. كيجي واحد الطعم جد رائع، ونتمنى من قلبي انه تجربوا وينال الاعجاب ديالكم.